عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتمنى ان الفيديو امبارح يكون عجبكم، ودي التكمله بتاعته. التكمله بتاعته هتكلم فيها عن الاكل والمطاعم والاماكن اللي انا كنت بحبها وكده والصحبه. بس قبل ما تروحوا تشوفوا الحاجات ديت، عايزه اقول برضو في حاجه تانية وحشتني. وحشتني المدينه، وحشتني مكه، حاجات مش هقدر اعوضها. يعني السعوديه زي ما فيها حاجات ما كانتش عجباني، برضو فيها حاجات حلوه، واهمها ان انت هناك بتبقى قاعد مع جنسيات مختلفه. ده بيدي شخصيتك جمال، بتبقى عارف حاجات كتيره، بتبقى عارف ثقافات كتيره، ما تبقاش منغلق على نفسك، بتبقى منفتح، بتبقى مرن اكتر من انك عارف جنسيه واحده بس. فده مش موجود عندنا هنا في مصر. تاني حاجه، انا كنت في المدرسه هناك، فكان في مدرسه انا كنت بحبها جدا اسمها ابلة الهام. انا لغايه دلوقتي بدعي لها، لان هي أثرت فيها جامد، ومش أنا بس، أثرت في ناس كتير جدا. فأتمنى إن هي تسمع الفيديو دوت. يلا بقى روح أشوف الفيديو. طيب حكيلي ايش الأشياء اللي بتشتكيلها هنا في السعودية؟ البيت البيت أغنيها كمان والورق العنب السعودي. هو انا بعمله وبيطلع زيه بالظبط، بس عارفه الورق العنب المغلف كده اللي بيبقى في السوبر ماركت، عارفاه؟ جاهز. ايوه اشتقت له. بصي يعني مش جد بجد 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 وحشني جدا جدا طعمه، وان هو كده. وفاكره كنا لما نروح الرايه نروح نجيب حلويات كتيره ونطلع ايوه بقى فاكره، نقعد. ايوه فاكره. كنت انبسط انه بيتك جنب الرايه، عشان ايوه كنا عشانك ننزل انا وانت والاندومي. ايش كمان؟ والبيبسي طبعا، الاندومي والبيبسي مختلفين تماما، يعني طعمهم هنا ليهم طعم وهناك طعم تاني تماما يعني. و لا يا شيخة، والله يا وفاء، لا وكمان يا وفاء بجد وحشني، عارفه الايس كريم اللي هو الساندوتش ده ابو ريالين؟ اوه يمي يمي. وحشني جدا جدا جدا. انا مره مره احب ده الايس كريم، يعني حتى لما اتزوجت بقول لي يا زوجي يعني جيب لي هذا الايس كريم، يقول لي يا الله يا وفاء، يعني انت بتطلب اشياء مره غريبه. ولبابا دي حاجات كانت يعني من الطفولة، الحاجات دي بتاعت الطفولة يعني. هو عشان اسكندراني فبالنسبة له دي حاجات مرة غريبة، فبيقول لي يا الله يا وفاء، انت بس تاكلي اشياء غريبة وبتشربي اشياء غريبة يعني تحبي اشياء غريبة، يعني غريبة انت. لا كمان يا وفاء البسكوت اللي هو بسكوت، بس استنى هفتكره اهو. بالبندق. ايوه هو ده هو ده. ايوه كنت انت هناك في السعوديه ما بتقدريش تنزلي وتروحي وتيجي عكس الوقت، يعني هما انفتحوا بعد ما انا مشيت. يلا الحمد لله، يعني الحمد لله يعني. شفتي؟ انا عشان مثلا اروح لوفاء لازم اكلم بابا واتفق معاه، لا هو يوديني واخوها مثلا يرجعني البيت، تمام؟ هي دي احد اهم شيء، يعني يوديك ويرجعك. ايوه، في اب هيودي وفي اب هيجيب، ده طبيعي يعني. فانا كنت هناك بكره السعوديه بسبب الطريقه دي. احنا ما كناش بنخرج غير يوم واحد في الاسبوع، وكنا بنروح حديقه اليمامه، فاكره يا وفاء؟ وكنا وكنا بنروح مسجد الرحمه، تحفه 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 يعني. كنا بنروح نشوي هناك وكلنا كنا نتجمع، كنت بجد بحسهم اكتر من اهلي يعني وكده، كنا نبقى مبسوطين جدا، وخصوصا في اليمامة. فكنا بقى كل واحدة بقى تتبدع في الطبخ، يعني مثلا واحدة تقول انا هعمل لكم مثلا الخميس الجاي هعمل لكم محشي، واحدة تانية هعمل لكم كشري، واحدة تانية مش عارفة اعمل لكم ايه. كل واحدة مشاوي، وواحدة ثالثة ايه؟ كانت قبل طنط غادة كانت دايما تعمل معجنات تحفة. طنط غادة كل اكلها صراحة كان لذيذ، والله حتى مامتك، ايوه يعني مامتك وطنط غادة كانوا من ألذ الأكلات اللي يعني كنت بحب إنه أنا أدوقها دايما. ايوه اكتر بقى حد كان شاطر في الاكلات اللي هو مثلا كشري بقى وحاجات من دي، طنط ايمان. ما شاء الله طنط ايمان في الاكلات اللي هي الاصيله المصريه الاصيله، شاطره جدا جدا. وكنا بنعمل اعياد ميلاد، بصي كنا عايشين حياتنا بجد. بس كل دوت كان أنا يوم كانت واحد. تعجبني مامتك لأنه هي بتتفنن، في مثلا عملت محشي تتفنن، مرة تسوي بالبط، مرة ايوه تعمله باللحمة المفرومة،
وتاني يعجبني ان انا بدوق كل مرة لكها شكل يعني. طب فاكرة ماما وهي وأختك حقيقة لما يتجمعوا على بعض؟ يا لطيف. لا بقى الفطير المشلتت طلع، حاجات كده غريبة تطلع. كنت أنا ووفاء كنا نخش نقعد في أوضة لوحدنا نقعد نتكلم، وأول ما الأكل يخلص ندخل ناكل وندخل تاني يعني، فاكرة يا وفاء؟ هذه كانت مهمتنا في الحياة. كنا بناكل بس. لا وفاكرة لما اتجمعنا مع بعض انا وانتي قبل العيد، ايوه بعد ما نتجهز للعيد انتي سويتي لي حنة في شعري ايوه وانا سويت لك كده اشياء تانية حقت بنات وكده يعني. كانت ايام جدا جميلة اه صراحة، والله ومرة افتقدتك يا نور حتى انا والله العظيم وافتقدت لك كل حاجة حلوة عشناها سوا. ان شاء الله يعني نلتقي باذن الله في يا اقرب رب وقت باذن الله يا يا رب رب. يا رب ان شاء الله. طيب احنا كده هو خلصنا الفيديو، في حاجة تانية حابة تقوليها؟ حابة بس أشكرك على هذه التجربة الجميلة، وحابة أشكر أصدقائك الجميلين اللي أعطونا بوقتهم كفاية إنه يسمعونا ويتابعونا ولو عايزين كده يعني نعمل يعطونا فيديوهات، الحب معاهم. ولو عايزين نعمل فيديوهات تانية أنا ووفاء يعني قولوا لنا يا جماعة، يعني احنا هنسوي الهوايل يعني، ولو في أي عادة من هنعمل الهوايل. وأي حاجة تانية من عادات السعودية أو المصرية هنعمل منها مقارنة، فقولوا لنا نعمل يعني قولوا لنا النوعيات من الفيديوهات دي احنا ممكن نعملها. احنا عاملين فيديو تاني إن شاء الله، جزء تاني بقى بيتكلم عن عادات وتقاليد الزواج بالنسبة للسعودية وبالنسبة بقى للمهر، من بقى من اول المهر للخطوبه للملكه اللي هي كتب الكتاب لكله بقى. بصي بنتكلم بجد في كل التفاصيل، فالفيديو ان شاء الله هينزل بعد الفيديو دوت يعني. إن شاء تابعوني الله على الانستجرام، حبيبي. انا اصلا اي فيديو بنزله بقوم كاتبه على الانستجرام ان انا هنزل فيديو دوت النهارده او كده يعني. بس جدا يا وفاء انا استمتعت جدا معاكي، وبجد رجعتيني وأنا أكثر للايام حبيبي. الجميله بجد. اتمنى إن بقى شاء الله. تكونوا استمتعتوا بالفيديو النهارده، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيه عشان يوصل لكم اي حاجه جديده انا بعملها. مع السلامه.